وللمزيد حول فعاليات المؤتمر معنا من مقر انعقاده بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز. كريم، أطلعنا على أبرز ما تم في فعاليات اليوم، وهو اليوم الثاني، وما المتوقع خلال انتهاء وانقضاء هذا اليوم؟ تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل انتهى هذا اليوم الثاني وانتهت فعالياته عن طريق عدد كبير من الجلسات. 11 جلسة اليوم ناقشت عدد كبير من القضايا التي تهم الصحة والسكان والتنمية، وهذا هو عنوان المؤتمر بالفعل، المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية الأول من نوعه. حسب حديثنا اليوم مع عدد كبير من الحضور، سواء كانوا من المصريين أو الأجانب من المنظمات العالمية والدولية أو حتى من المتخصصين والخبراء، فهو المؤتمر الأهم عالميا الآن فيما يتعلق بالصحة والسكان. يتناول المؤتمر، وخصيصا اليوم، تناول جزء هام من القضايا، وهو قضية التغيرات المناخية وكيف تؤثر بشكل مباشر على الإنسان، سواء كانت بالتلوث الهوائي الذي يحدث مما يؤثر على الإنسان بالأمراض الصدرية المزمنة، أيضا تأثير التغيرات المناخية على الأمراض المزمنة وغير المزمنة. بالإضافة لذلك، بجانب التغيرات المناخية كان هناك أيضا جلسات خاصة بالمرأة والطفل والتعامل مع صحة المرأة وكيفية تربية الأطفال، وهذا يأتي تحت المظلة الرئيسية وهي التوعية والتعليم. التوعية والتعليم كان لها أيضا نصيب كبير اليوم فيما يتعلق بالمدة الخاصة بالحمل، الفرق بين المدة الأولى للحمل والمدة الثانية، بوضع دراسات مختلفة لصحة المرأة، للحفاظ على المرأة وأيضا الحفاظ على صحة الطفل. كانت هذه نقطة هامة. النقطة الثالثة وربما من أهم النقاط هي فكرة دعم المنظمات الحكومية والدولية للتوعية وللتنفيذ الفعلي للقرارات أو التوصيات التي من الوارد أن تخرج من هذا المؤتمر، ليتم دعم هذه المنظمات بشكل مادي وبشكل معنوي وبتسهيلات أيضا للتنفيذ فيما يتعلق بصحة السكان، فيما يتعلق خصيصا بالزيادة السكانية وتقليل الزيادة السكانية، كيف أن بعض البلاد تستفيد من الزيادة السكانية وبعض البلاد تتضرر بالفعل من الزيادة السكانية. الأمر الآخر وهو من الأمور الهامة هي أيضا توقيع البروتوكولات وتبادل الخبرات، وهذا ما حدث بالفعل اليوم، توقيع البروتوكول لتنظيم الأسرة وتخطيط لتنظيم الأسرة بين النرويج وألمانيا ومصر، تم توقيع هذا البروتوكول اليوم، بالإضافة لتبادل الخبرات حسب أيضا تعبير المشاركين، وأيضا المناقشة في عدد كبير من المشاكل المشتركة لوضع الحلول المشتركة. شكرا على هذه المتابعة الوافية كريم بيبرز، كنت معنا من مقر انعقاد فعاليات المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية، شكرا جزيلا لك. أكد عدد من المسؤولين والمشاركين أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية شهد حضورا مكثفا من كافة الجهات الدولية، حيث تشكل مسألة الزيادة السكانية أزمة عالمية. كل دولة عندها خبراتها الخاصة بالسكان والصحة والتنمية، فكل واحد بيقول خبراته إيه، ما تم من تجارب عندهم في هذه الدول، كيفية الاستفادة منها، إيه نقاط الضعف وإيه نقاط القوة. طبعا إحنا على مدار 3 أيام إن شاء الله، النهاردة وبكرة وبعده، هيكون في جلسات نقاشية من خبراء ومتخصصين من كافة جهات العالم، الجهات الدولية كلها متواجدة، المعنية بقطاع السكان والصحة بشكل عام، حضور من كافة الدول في الإقليم وفي العالم. لسه جايين من جلسة هامة حالا اسمها الهيلث ديبلوماسي او دبلوماسية الصحة. نحن الجلسة يعني جلستنا ركزت على موضوع الدبلوماسية، أهمية الدبلوماسية الصحية العالمية للحفاظ على الصحة في المستقبل ولتقوية الأنظمة الصحية في الدول لأجل مواجهة الجائحات أو الطوارئ مستقبليا. تم التركيز اليوم على طبعا الأمن الغذائي ودوره بالنسبة للتغذية في العالم، بالإضافة إلى العوامل المكملة مثل الأمن المائي وأيضا الجوانب الاقتصادية المترتبة على التحديات التي تواجه العالم. أعتقد بأنه مع أنه بالبداية بعض الخبراء بيعتقدوا بأنه مصر تعاني من أزمة سكانية، إلا أنه الأزمة تكاد تكون عامة في أماكن كثيرة وخاصة في منطقتنا. يعني إحنا بالأردن
كحجم دولة أصغر من مصر، إلا أننا نعاني تقريبا من مشاكل شبيهة. إحنا اتكلمنا في ثلاث نقاط مهمة جدا، وهي أول حاجة تأثير التغيرات المناخية على الصحة، سواء صحة الأسرة عامة كأسرة كاملة يعني، وركزنا أكثر على الفئات الأكثر المهمشة أو الفئات الأكثر تأثيرا، وهي بالذات السيدات والبنات والأطفال. احنا لينا دور خدمي، ان احنا بناء عيادات كشف وعيادات قياس سمع، ولينا مبادرات زي مبادره المسح السمعي للاطفال حديث الولاده، ولينا كمان ان احنا من الاماكن اللي مجهزه جدا لعمليات زرع القوقعه. احنا لغايه دلوقتي السنتر الوحيد في مصر اللي عامل فوق 1500 قوقعه، ودي حاجه تعتبر رقم كويس جدا جدا. This was really a privilege for us to... كان هذا شرف لنا ان نصبح جزءا من هذا المؤتمر، فهو منظم بشكل كبير في منصات الحديث والتخصصات وفرص للتعاون مع دول أخرى وتبادل الخبرات لنفس العقبات التي تواجهنا جميعاً والتي تتشابه، بالإضافة لاكتساب أصدقاء جدد. وأريد أن أشكر الحكومة المصرية ووزارة الصحة المصرية لتنظيم هذا المؤتمر المميز. أعتقد أنه من الممتاز أن تقود الحكومة المصرية مثل هذه الحملة وهذا المؤتمر، وخصوصا أن هذا الموضوع يمس المجتمع بشكل مباشر ويحدد كيفية التعامل مع المستقبل وكيفية إنشاء عائلة سعيدة وآلية التعايش مع الأزواج والزوجات وخلق بيئة آمنة للأطفال. هذا المؤتمر يسمح لأصحاب الخبرات والمسؤولين أن يتقابلوا ويتبادلوا الخبرات ويتعلموا من بعضهم البعض، وهذا يساعد على خلق استراتيجيات جديدة لتطوير صحة السكان والأطفال والعائلات بشكل عام، ليس في مصر فقط بل حول العالم. حقيقة اليوم احنا نناقش امتداد الإمام الثامن يوم أمس في اليوم الافتتاح، كان يوم أمس هو محور ولب المؤتمر ككل، وهو أن تكون الصحة لكل السياسات، الصحة هاجس كل مسؤول وكل مواطن، الصحة هي مكون أساسي إن لم يكن هو المكون الكبير في جميع الاستراتيجيات النموية للمجتمع ولأفراد المجتمع وللوطن ككل.